هي مش احياء كشتيمه، لا هي اعتراض على الموقف. انا بعترض على حاجه، بس بدل ما اقولها بلفظ اللي هو يبقى مش بس، احنا عندنا بنقول ايه احياء. أيوه. انا فتحت بيت، يبقى انا فاتح بيت لنفسي 15 في وش العدو، يلا مش البحر وبنحبوه، واركب الكاريتا بارتو. انا دلوقتي ممكن اركب الكاريتا لما بروح ابو خروف. اي جوازه ناجحه بصراحه بتبقى مدى بقى العمر بتبقى بعيد عن العيلتين، اللي هو ايه، انا اشيل مسؤوليه، هفتح بيت، يبقى انا حياتي بعيد عن امي وابويا واخواتي. تعرفي كام عدد الدول على طب انا استنى ممكن اعدهم. ممكن كل ده كتير. حداشر دولة عربية أو 12. كم؟ 11 أو 12. 12 قطري. طب يعني عشان حضرتك تعبان معانا من الصبح، ممكن أخليهم 15 في وش العدو، يلا مش هنجح. أنا لسه جايب البيبسي. عشان خد إزازة البيبسي. لا احنا هنعمل مزاد. طيب يمكن يكون اول وال 25 برضه في وش العدو. 25 اخر كلام. لا ليه؟ انه خلاص هو راجل وفكر ان هو يتجوز بنت ناس. معلش انا مش هستنى هو يجيب لي الاكل من جيب ابوه او امه تساعده، لا انا فتحت بيت، يبقى انا فاتح بيت لنفسي. ممكن يكون قلم روج، سنه روج صغيره، بس ده اللي انا ممكن احطه على وشي، او كريم اللي هو العادي دوت، مش اللي هو كمان، لا ده مضاد حيوي. بس حكايه ان انا احط ميك اب كامل، لا هو اخر روج. حتى الكحل اقول لهم لا، بس هو يعني افضل حاجه هو الروج يعني وبلاش، يعني مش على طول بحطه، انا بحطه في المناسبات، بطلع على الدكه وحاجات كده غريبه بصراحه. بس اللي كان حد يضايقني او كان يضايق اختي كنت بضربه وانا صغيره، كنت شقيه بصراحه. ما تحطوش ميك، بلع الطبيعه جميله جدا.